أعلن أمامكم اليوم أنني مرشح للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة. حزب الأصالة والمعاصرة أعتقد أنه الآن سيعود من بعيد من حزب محسوب على الدولة، حزب يخضع للتعليمات، إلى حزب، إلى مرحلة يجتمع فيها الاستمرارية والقطيعة. أولاً أن أترشح لهذه المسؤولية من خلال تصورات التي تعرفونها جميعاً، وجلكم صحفيون التقوني في بعض اللحظات وتعرفون مواقفي من قضايا متعددة. ويشرفني كما ذلك أن أنافس شيخي وأستاذي الشيخ محمد بيد الله، وسيبقى وأنا أتمنى أن يكون هذا التنافس خطوة صغيرة نحو إعطاء صورة جديدة للتوجهات الجديدة للحزب، وهو التوجه الديمقراطي. درب أنا ما عرفتش إما توضعوا العدالة والتنمية هكا على اليمين ديالنا، ونحيت نقول لكم حنا ما عندنا عداء معاهم، تقولوا لنا إذا ما علاقتكم بالتجمع الوطني الآخر؟ ما قدرنا أن نعيش على إما على حساب صراع مع حزب، أما على حساب الولاء لحزب آخر. ما فهمتهاش. حزب التجمع الوطني حزب الله يكمل ليه الله يعاونه. حاجة واحدة كطلب من التجمع الوطني الأحرار، يعطينا التسعة، واش عيب الله كاين أكثر من هذي؟ وحنا عطينا التسعة واش عطينا التسعة؟ دابا الحزب اللي عندنا معاه كان في الماضي عداء تاريخي عطانا التسعة، واللي كان اعتبره صديق زين عطانا. نحن معارضين لحزب التجمع الوطني الأحرار لأنه في الأغلبية، كما نعارض العدالة والتنمية، مع النفق. حزب التجمع الوطني الأحرار كنستافدوا منه ومن تجاربه، لأننا ما بغيناش نديرو نفس الأخطاء. أما أنهم يكونوا قراب من العدالة والتنمية ولا بعاد من العدالة والتنمية، هذاك شغلهم، ما تيهمنيش أنا لا من قرب ولا من بعيد. الحاجة الوحيدة اللي كتقربني أنهم يديروا القراصنة السياسية لمناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، هذه اللي ما كنقبلهاش. نحن لسنا هنا باش نقول للحزب العدالة الأصل، الحزب التجمع الوطني الأحرار في الانتخابات ديال 2016 عطينا ديالكم، في 2021 عطوك ديالنا. جامي ما كتبدلوش اللعابة، ماشي الوداد والرجاء، هذه هذا حزب وحنا حزب وانتهى الموضوع. سي اخي النوش، وكنا لا الاحترام بشرط ليس ان يحترمنا، بل ان يمارس الاحترام لنا وان يقف عند حدود ما وقع في الشون لا يغتفر. فين هو الرئيس ديال الشون؟ هو معنا هنا يعطيك التفاصيل اللي بغيتي. هذا شنو نديرو بيانات ولا خلا داكشي من بعد. ما الممارسات اللي قامت بها تجمع الاحرار نريد ان تقف، فلا ادعو حزب التجمع الوطني الاحرار من خلالكم، لانكم انتم كتبلغوا الرسائل ديما عوجه. انا اطلب من حزب التجمع الوطني للاحرار ان يصنع مسافه بيننا وبينه، لانها في مصلحه الحزبين. لا يكرروننا ولا نكررهم، لا نتبادل معهم ولا يتبادلون معنا. درتي الترشيح ديالك وطرحت لك سؤال حول المعادله ديال حزب الاصاله على الايريني، ما هي؟ ما هيش الله يجوز هذه المعادله. ما عنديش هذه المعادله. شوف هذه المعادله كاينه في الدماغ ديال الصحفيين، اما على مستوى حياته ومعاملته السياسيه التجمع الوطني الحرج. التجمع الوطني اذا احترم حدوده ولم يعد يقوم بالقرصنه السياسيه داخل المناضلين سنتعامل باحترام وبتعاون، اذا توقف ذلك، اذا استمر سنعلن عليه الحرب. صافي فقط. هذه التقارب غادي يمكن يكون ممكن مع حزب العداله، مع حزب العداله والتنميه. والاحترام المتبادل، هو الاحترام المتبادل، ننتقده في برامج السياسي، ننتقده في ادارته للشان العام، وينتقدنا في طريقه معارضتنا، ولكن دون ان نخونه او نتهمه بالعماله. أو هذا الكلام لم يعد مقبولا ولن نقبله ولن نقبله في الحزب بعد الان. هل يمكن ان نعتبر الترشيح
ديال عبد اللطيف الوهبي هو ترشيح ديال الشباب وديال مجموعه المستقبل. نقدروا نعبروا نقولوا بان اليوم ترشيح عبد اللطيف الوهبي وترشيح لطريقه جديده لتسيير الحزب، طريقه تشاركيه في احترام المؤسسات، احترام كذلك النقطه الاولى اللي كان جا بها الحزب اثر معاثر انذاك 2009 اللي هي الجهويه. فلو شفتنا اليوم وراء السي عبد اللطيف الوهبي في تقديمه للترشيح للامانه العامه فقط لان كان هناك نقاشات ونقاشات طويله عن اي مرشح يمكننا نقدمه يعني كاخوات واخوان داخل حزب الاسره والمعاصره. الحدود ديال الحدود غنشوفوها في المؤتمر. اللي نقدر نقول لك هو ان مجموعه ديال المناضلات والمناضلين البرلمانيين والبرلمانيات اليوم يساندون السي عبد اللطيف الوهبي فهو عنده حدود، كذلك المرشحين الاخرين هما عندهم كذلك حدود، والمؤتمر بيناتنا مؤتمر سيدنا نفسه.